تفكرش غير في نفسك. انت عمرك حبيتني؟ انت عمرك حبيت اي حد؟ اللي مجنني الناس كلها كانت عارفه حقيقتك الا انا. ما صدقتهمش ودافعت عنك. ياسمين انا ما ضحكتش عليكي، يمكن في الاول كنت كده، بس لو كملنا مع بعض مش هقدر ابقى مخلص، وانا مش عايز اعمل معاكي كده، مع ذلك انا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت. لا بروف، كنتش عارف انها تضحية كبيرة بالشكل ده. مش انت اللي طول عمرك بتقولي لي ان الامان في البعد عنهم؟ انت اللي نقطة ضعفك الوحيدة انك حبيتي مصطفى ابو حجر؟ افهمي بقى يا غابة، افهمي بقى، كمان مش مصطفى ابو حجر، انت قلت لي ان كلهم مصطفى ابو حجر. ارجوك بقى خليني احترمك ولو مرة واحدة في حياتي. مفيش داعي تجيلي الشغل وتعملي مشاكل فيه كمان. هل انا مش جاي اعمل لك مشاكل؟ فاطمة هي اللي كانت منعاني عنك طول الفترة اللي فاتت دي، ولما عرفت ان انت نزلت شغل جبت. مش فاطمة اللي كانت منعاني يا اشرف، انا اللي مش عايزة اشوفك. هل انا بحبك؟ خلصت يا اشرف، الهي يفطرك بقى خلاص. يا لولا والله العظيم انا هبطل كل حاجة. انا سمعت الكلام ده 100 مرة قبل كده. وعموما انت حر تبطل ما تبطلش، دي حاجة ما تخصنيش، انا ماليش دعوة بيك. هل انا من غيرك ممكن اموت؟ انت عمرك ما هتحس اللي حصل ده كسر فيا ايه. انت لعنة يا اخي. النبي خضر بلاش 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 ليه سوسو؟ مش عارفه كده كل ما تجرب مني تيتي بتسخن. هو ده الحب يا ولد؟ هو ده الحب يا بيت؟ انت سخنانه، انا مولع، يخرب بيت حبك، الحب ولع في الدور.